بداية أريد من كل أخ وأخت أن يتنبهوا هذا الكلام، لأنه كلام غالي ولا يجلسوا متفرجين مستمعين فقط. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق تقاته حتى أتاه اليقين. كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فعل فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث رواه الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده: طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء. غربة الدين بين الناس أجمعين، هذا هو عنوان اللقاء، وسوف يكون الحديث في العناصر التالية: أولا واقع مرير، ثانيا صور من الغربة، ثالثا بشريات على لسان حبيب. فعيرون القلوب والأسماع جيدا، فإن هذا الموضوع في هذا الوقت على الأهمية المكان. واقع المرير هذا العنصر الأول، لو نظرت أخي الكريم في واقع المسلمين الآن
فسدوا وأفسدوا حرفت الأمة دين ربها كيف ينصر الله أمة خرج من بين أبنائها من يقول نحن في مولد السيد المنوي المهاد الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب صلى الله عليه وسلم وظل يدعب ركائده أين أنتم من قول الله تعالى في سورة الأنعام كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تذرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون أرأيتم يا عباد الله كيف دب الشرك الأكبر في صفوف المسلمين وليس هذا فحسب بل في جانب الشريعة غيروا ومما يبين ذلك أن الأزهر الشريف ظل حبة من الزمان إلى الرسول في منهجه أن ختان الإناث من السنة ثم يخرج علينا خبيث في هذا الزمان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن.